متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم من اسكندريه، واحنا هنا يعني في منزل الاول على الجمهوريه شعبه علم علوم في الثانويه العامه. الف الف مبروك يا اسامه، وفرحه كبيره. يعني قول لي بقى، توقعت ان انت تبقى الاول على الجمهوريه؟ ايه والله، الله يبارك في حضرتك. الاول انا ما كنتش متوقع خالص، هو انا كنت يعني متوقع ان النتيجه تبقى كويسه الحمد لله يعني، بس ما كنتش متوقع خالص ان هي مره واحده اول جمهوريه كده يعني. فالحمد لله عدت على خير يعني، كرم من رب. عرفت ازاي؟ هو انا يعني واحد صاحبي اتصل بيا، انا ما كنتش بصيت يعني، ما كنتش متوقع اصلا، فما كنتش مدي الموضوع اهتمام قد كده يعني. فلقيت واحد صاحبي اتصل بيا يعني بيقول لي الف مبروك اول جمهوريه وكده، فيعني ما كنتش مصدق يعني، كنت فاكره مقلب في الاول بس. فخليته معايا، قلت له استنى ثانيه كده، وفتحت البيج الوزاره على الفيسبوك، وفعلا لقيت ان صورتي موجوده وكده. فبصراحه فرحت جدا ساعتها يعني. بس ايه قولي بقى، حسيت ان ربنا عوض تعبك؟ كنت بتذاكر كام ساعة وتعبت قد ايه؟ انا جدا ربنا يعني لولا كرمه، وحتى يعني جت فترات ما كنتش عارف اذاكر فيها كويس او كده، بس كنت بعمل اللي عليا طول السنة يعني من البداية خالص. فالحمد لله ربنا عوض تعبي جدا يعني، وبزيادة كمان، وبزيادة جدا كمان، اكتر من اللي انا استحقه بكتير. بس ويعني انا كنت موضوع وقت المذاكرة ده يعني مش تختلف من شخص لشخص، وتختلف بالنسبة لي انا كمان حسب الايام وحسب قدراتي وكده. كنت بقعد يعني، انا كنت بذاكر لحد ما اتعب يعني، كنت بعمل اللي عليا لحد اخر لما اجيب اخري وخلاص يعني. وده الطبيعي مع اي حد، في ناس بتتعب بعد بتجيب اخرها بعد 3 ساعات خلاص 100 100، في ناس بتجيب اخرها بعد 12 ساعة خلاص 100 100. انت لو انت يعني بذاكر لحد ما اجيب اخري وخلاص، حسب برضو انا قادر ولا لا او كده. بس فيعني كنت بادئ بنفس النظام ده من البداية، والحمد لله يعني الدنيا مشت كويس. أسامة، كلمنا عن طموحاتك في المستقبل. ايه انا ان شاء الله نفسي ابقى دكتور. يعني ممكن حابب مجال المخ والاعصاب اكتر حاجة. بس وان شاء الله يعني ممكن، مش عارف، ممكن يتغير لما اخش الكلية واهتم بمجالات تانية يعني، بس ده لحد دلوقتي ده اللي انا حابه اكتر حاجة يعني. ليه اخترت الطب؟ عشان بابا دكتور؟ لا هو انا يعني دورت كتير انا حابب ايه وفعلا مهتم بايه او بستمتع يعني وانا في انهي مجال، وحبيت الطب اكتر حاجة يعني، هي اللي هي اكتر حاجة شداني، وحاسس ان انا هبقى مستمتع وانا شغال فيها يعني، مش اكتر. بابا دكتور ايه؟ بابا دكتور عظام. يعني انت كنت شايف فيه قدوة ولا؟ ايه هو انا طبعا كنت شايف فيه قدوة، بس اللي هو مش هم كده كده سايبين لي حرية ان انا اشوف انا حابب ايه، فيعني مش ده السبب الرئيسي اللي خلاني اختار طب يعني. بس انا حابب عامة طب، لو كنت حبيت اسنان برضو كنت هخشها عادي يعني، مش ده السبب الرئيسي يعني. بس طيب قولي، عديت رهبة الثانوية العامة ازاي يعني؟ ودعم الأسرة ليك ساعدك في الموضوع ده؟ جدا جدا، هو انا لولا اسرتي عليا، ويعني وكل حد حواليا، اصحابي ومدرستي وكل حاجه، كان يعني ليهم دور كبير في ان انا اعدي السنه يعني من غير ضغط كبير قوي. ان انا كانوا دايما لما احس ان انا متاخر او احس ان انا يعني مش ملاحق او كده، كانوا دايما بيساعدوني بكل اللي يقدروا عليه، سواء نفسيا، سواء ان حد لو حد عارف مثلا يعني حاجه ذاكرها منين او كده، كانوا يعني بيساعدوني باللي يقدروا عليه يعني. نصيحة لكل طالب ثانوية عامة عشان يتفوق زيك كده وانت تبقى ليه مثل أعلى. هو ان هو يعمل اللي عليه، ان هو يعمل اللي عليه من البداية، ما يزنقش نفسه للآخر. هو طبعا بتبقى في ناس طبعا يعني بتعرف ان هي تلحق بسرعة، بس مش كلنا زي بعض، قدراتنا بتختلف يعني. بس فيعني يبدأ من بدري ويعمل اللي عليه لحد الآخر، وان شاء الله ربنا هيكرمه يعني، ربنا ما يضيعش تعب حد. ألف ألف مبروك يا أسامة، الله يبارك في بالتوفيق إن حضرتك، شاء الله. الله يبارك في شكرا. حضرتك. ألف مبروك لأسامة، حضرتك عرفنا من نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد فتحي محارم، والد أسامة. هو الحمد لله يعني فاجئنا النهاردة مفاجأة جميلة جدا، وهو الحمد لله كان متوقع يعني يبقى متفوقين، بس مش لدرجة إنه يطلع يعني الأول على الجمهورية يعني. الحمد لله هو تعب، والفضل يرجع لوالدته وللمدرسة برضو، المدرسة عليها دور، مدرسة المتفوقين دي يعني بصراحة تجربة جميلة جدا يعني، ننصح بيها الناس يعني الناس جميعا، انه لو ابنهم متفوق يقدم فيها، لانها بتختلف عن المدارس العاديه كتير يعني. فهو عمل مجهوده والحمد لله ربنا يوفقه، وهو يعني طول عمره يعني برضه من النوع اللي هو مثابر وبيحافظ على تفوقه يعني.
ربنا يبارك فيه وفي اخواته، وهم برضو كانوا بيدعموه لانه اخواته برضو يعني بيدوا له السبورت النفسي برضو كمان يعني. والدته كانت في ظهره دايما باذن الحمد لله. ف دكتور عرفتوا منين النتيجة؟ والله اصحابه اتصلوا بيه فصحوه من النوم يعني في مفاجأة يعني. ف وجه الموقع على بعد كده شفنا نزل لايف على موقع الوزارة وكده. الاسم على موقع فهو ما الوزارة. كانش مصدق، فطلعنا الموقع على اللايف على الوزارة فلقينا خبر صح تمام يعني. يعني كانت مفاجأة غريبة جميلة احساسك ايه رهيبة لما عرفت؟ رهيبة جميلة الحمد لله، ربنا نحمد ربنا يوفقه يا الحمد رب. لله. الف الف مبروك لاسامه. حضرتك عرفينا بنفسك، اسمك ايه؟ ايمان مرعي. حضرتك والده اسامه، كلمينا بقى عن احساسك واسامه فاجئكم انه اول جمهوريه علم علوم. والله احنا يعني ما كناش متوقعين صراحه، بس فرحتنا طبعا ما تتقدرش. عرفتوا ازاي؟ صاحب اسامه اتصل بيه قال له يعني على عملتي ايه اول ما عرفتي؟ زرغط. زرغطتي فعلا. طب كويس. يعني كانت مفاجاه ان هو. طب قولي لي، هو اكيد تعب طول السنه دي؟ طول 3 سنين، الثلاث سنين ثلاث فيها كان مجتهد يعني. سنين. رغم انه كان دايك زغريت حلوه اهي، ان يعني فعلا فرحه النجاح جميله في البيت طبعا. وزغريت النجاح. طبعا. هو كان تعب طول السنه. طبعا يعني مجهود المدرسه، مجهود جامد يعني مش بسيطه. كده يعني. طيب السنه دي تعب قد ايه؟ كان بيذاكر كام ساعه؟ وانت كنت يعني بتقدمي له دعم قد ايه؟ والله بصي احنا بالنسبه لنا كان معظم الدعم نفسي، لان شرفت هو الثانويه العامه، وهو كمان كان باستمرار في المدرسه داخلي هو وكده، كان داخلي. فكان بيجي لنا الخميس ويمشي السبت، تمام. فكان دعمنا نفسي بالنسبة له يعني بصراحة. بس هو كان بيذاكر يعني وقت معقول.